السلام عليكم، أنا طلاب تمريض الماجستير في الأولى. هنكمل المحاضرة رقم 2 في مادة استخدام الحاسب الآلي، ودي استخدامات بي الـ SPSS. المثال اللي قدامنا دوت مسألة عملية مهمة جدا، هتفرغ البيانات بتاعت استمارة الاستقصاء ديت وتدخلها في الشيت بتاع الـ SPSS الداتا شيت، وتبتدي تنفذ لي المطالب اللي عندي اللي هي كوشن 2 كوشن 1 عندي كوشن 2. وأنا عارض لك الحلول بتاعتك، كوشن 3 أهو، كوشن 4 5 6 اند 7. عرض لك الحلول بتاعتك على اساس انك انت وانت بتشتغل على البرنامج لازم تطلع لي نفس الشاشات اللي انا جبتها ديت بنفس الارقام بنفس الرسومات بكل حاجه.